السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي اربط السكرين دي بالداتابيز واضيف فانكشن جوه الاد امبلوي ترمي الداتا اللي موجودة في الفورم دي على شاشة على الداتابيز بتاعتي في جدول الامبلويز. اول حاجة هحط داتا جريد فيو عشان اعرض فيه الداتا، تمام. هاجي على البروبرتيز بتاعته، اقول له خليه تحت في السكرين من تحت، فانا هخلي الدوك بروبرتي بتاعته ده بوتن، تمام. وبعدين هخلي الالاو يوزر تو اد روز بفولس والديليت بفولس والابديت والريسايز وكل ده بفولس. هعمل سيف. عشان اخلي الجريد ده او كنترول ده يتحمل بالداتا من الداتابيز هعمل له حاجه اسمها داتا سورس. انا هاجي هنا على السمارت تاج ده واقول له choose data source، اوكي. هاجي من هنا واقول له add project data source، هختار database وبعدين اعمل next data set، هروح اضغط على new connection، هختار السيرفر بتاعي، وهختار الداتابيز بتاعتي، payroll system او payroll db. ممكن اعمل test connection عشان اتاكد انها شغاله مظبوط. هيبتدي هو يعمل generate للconnection string، تمام. لو ضغطت هنا هتلاقي ادي السيرفر داتا سورس، ده اسم السيرفر، initial catalog ده اسم الداتابيز، integrated security equal true يعني ملهاش يوزر نيم ولا باسورد. هعمل next. اوتوماتيك هو هيسيف الكونكشن دي في حاجه اسمها application configuration file او app.config file. بعد كده هيبتدي يعرض لي الاوبجكتس اللي موجودين في الداتابيز، فانا هلاقي هنا في table employee اهو، هاخده select all وهعمل finish. شايفين اللي حصل ايه؟ هو هنا ربط الجريد ده بالكولومز اللي موجودة في الداتا بيز. تعالوا كده نشوف الapp.config فايل اتكتب فيه ايه. ادي connection string، تمام اهو. ادي الconnection اللي احنا عملناها من الويذرد، والبروفايدر نيم بتاعي sql.data.sqlclient. زي ما انا قلت لكم فين في الفيديو اللي قبل كده ان انا عشان اكونكت على سيكوال داتابيز محتاجه اللايبرري اللي اسمها system.data.sqlclient. هنا لو خدنا بالنا كده هو ادى للكونكشن سترينج اسم، هو الاسم ده طويل شويه فانا هصغره كده عشان اقدر استخدمه جوه الكلاس بتاعي، اوكي. بعد كده هروح على الفورم في بوتن الاد، هوقف خالص الكنترولز دي الكومنتس دي، وبعدين هعمل سترنجية on equal. انا عايزة انده الكونكشن اللي موجودة هنا جوه الفورم بتاعتي، فعشان اعمل كده هستنده حاجة اسمها configuration manager class. طبعا configuration manager ده عشان اقدر استخدمه لازم اعمل using system.configuration، كمان بالمرة هعمل using system.data.sqlclient عشان اقدر اعمل استخدم libraries بتاعت العدو. configuration manager.connection string، وهحط ما بين
الـ square braces الاسم اللي أنا dot connection string. كده أنا جبت إيه الـ connection. دي أول خطوة. دلوقتي هعمل الـ connection string بتاعت الـ SQL. SQL connection هسميها SQL con equal new SQL connection of الـ con اللي احنا عملناها دي، وبعدين هقول SQL dot open لازم افتح الكونكشن عشان انفذ العمليه بتاعتي. اوكي كده، واقفل، ما انساش اقفل الكونكشن عشان لو سبتها مفتوحه هتعمل لي ايرورز بعد كده في الكود. ما بين فتحه وقفله الكونكشن هبتدي اعمل الكوماند بتاعي، بس في الاول لازم اعمل اكريت السترنجايه اللي هي هتعمل عمليه الانسرت. فانا هعمل اهي سترنج insert state مثلا equal. تمام، هروح على ال SQL على السيرفر بتاعي، اشتغل على ال payroll DB التابل اللي اسمه employee. اسهل طريقه ان انا اعمل insert بشكل صح ان انا اعمل right click على التابل واقول له script insert into new query، هيطلع لي جمله الانسرت. تمام، هاخد دي كده copy والقوس ده، تمام، واحطها paste. ناخد بالنا ان السي شارب ما بتقبلش السبيسز في السترنجايه، فهي لازم كلها هتبقى سطر واحد. تمام، كده الكولومز بتاعت التابل كلها اتعرفت. اوكي، هبتدي بقى بالفاليوز، ممكن اعمل بلس واقفل هنا الدبل كوتيشن دي وانزل تحت احط دبل كوتيشن جديده عشان اسهل بس عليكم السطر شويه. values equal، نيجي لهنا، هي دي بقى من اول هنا تعتبر ايه الدنيا بس محتاجه تركيز اكتر. انا بعمل الانسرت الفاليوز ما بين قوسين، دي كده خلاص احنا قفلنا ده، واخر السطر بنحط سيمي كولون. ماشي الحال، ما بين بقى فتحه وقفله القوس دي هبتدي ابعت ايه؟ هبتدي ابعت البارامترز بتاعتي اللي جايه من الفورم. حاجه مهمه جدا، لازم نفس ترتيب الكولومز اللي مبعوت في الداتابيز هو يبقى نفس ترتيب الفاليوز اللي مبعوته من السكرين، لان لو في حاجه غلط مش هيعمل انسرت او هيطلع لي ايرور في السيف. اوكي، فاول حاجه عندي هي الامبلوي اي دي، فانا هبتدي اول حاجه انت دوت بارس تي اكس تي امبلوي اي دي.
زائد double quotation، احط كومه تمام. نقطه مهمه جدا، الفاريبلز اللي نوعها string او varchar في الداتابيز لازم تاخد قبلها single quotation تمام. فهنا quotation اهو كومه، الفاريبل اللي بعده هيبقى الفيرست نيم، فانا هحط single quotation وبعد كده هقوم عامله بلس ثانيه وهحط txt first name dot text وبعدين هحط بلس تانية ودبل كوتيشن وجواها سنجل كوتيشن وبعدين اعمل كوما للبارامتر اللي بعده وبعدين اعمل سنجل كوتيشن عشان خاطر احط الفاليو جواها وبعدين اعمل بلس txt last name dot text وبعدين اعمل كوما single quotation، اقفل single quotation وبعدين comma وبعدين single quotation تانية عشان احط gender وبعدين اعمل plus وما بين ال double quotation هحط الاول هحط gender ال variable اللي احنا عملناه امبارح وبعدين هحط ما بين ال double quotation single quotation وبعدين هحط كومة بعد الجندر في ناشونال انشورنس هياخد سنجل كوتيشن وهعمل بلس تي اكس تي ناشونال انشورنس نمبر بالتكست وبعدين هعمل دبل كوتيشن تانية سنجل كوتيشن بتاعت الناشونال انشورنس كومة ديت اوف بيرث برضه الديت اوف بيرث بتاخد سنجل كوتيشن الديت بياخد سنجل كوتيشن برضه وبعدين هعمل تاني double quotation وها single quotation وما بين الاثنين هحط ال dt date of birth dot value dot to short date string. كده انا خلصت ال date، بعدين هعمل ال marital status comma single quotation عشان المارital status وبعدين هدوس marital plus marital status زي ما انا كنت عامله ال variable وما بين double quotation هحط single quotation تانية وبعدين هعمل comma عشان ال is member، ال is member boolean فما هحطش هحط لها اصلا single quotation ولا حاجة وهحط check is member checkbox هو كان اسمه ايه control properties checkbox check union member dot checked تمام. بعد كده خلصت التشيك بوكس، بعد كده هروح للايه للادرس وهعمل دبل كوتيشن سنجل كوتيشن كوما، لا مش هعمل كوما هنا، هحط الادرس على طول بلس بلس تي اكس تي address dot text بتاعتي كلها دي كده هتبقى كل جملة الانسرت اللي انا هعمل insertion بيها في الداتابيس. اوكي كده انا عملت ايه الاسترنجاية، بعد كده هبتدي اعمل الكومنت sql comment cmd هياخد اتنين variable الاولاني اسمه الكومند بتاعي اللي هي الانسرت كومند والسيكوال كونكشن اللي هو هيشتغل عليها. كده انا عملت الكومند، الكومند ده هيعمل ايه؟ هيعمل انسرت، يبقى الاكسكيوشن بتاعه هو execute non query
واخر حاجة ما ينفعش انسى جملة الكلوز بتاع الكونكشن يوزر ان هو الجمله دي او الداتا دي اتعمل لها سيف، فانا هعمل له مسج بوكس دوت شو، هقول له فيها employee with id plus txt employee id dot text has been inserted. اوكي، وعلشان احتمال ان يحصل ايرور واحنا بنشتغل، فانا هعمل جملة try و catch عشان لو حصل ايرور وما حصلش insertion الكود ما يضربش. هعمل له message box dot show اكتب له فيها مثلا error insertion. حط الاسم female date of birth member address city country. على فكرة برضه هو بيعمل فلتر بالاسم. كده انا عملت insertion. تعالوا كده نبص في الداتابيس. ادي الداتابيس، هفتح التابل select the top 1000 rows، ادي الريكورد اللي انا ضفته. اوكي، نقف هنا عند نقطة ان انا عايزة الداتا اللي تتسيف تظهر عندي في الجزئية دي، فتعالوا نعملوها دلوقتي. ازاي نسيف نظهر الداتا؟ هنروح كده على الفورم هنا، هروح على الفورم لود، هتلاقي بمجرد ما احنا عملنا بايندينج للداتا جريد اترمى ريكورد هنا. انا هاخد الريكورد كده كوبي بيست، وهقوم رايحه قبل ما اعمل شو للمسج هظهر البايندينج ده. ونجرب مره تانية. ادي الداتا اتسيفت. تعال نجرب واحد تاني، 55 تاب. ادي الداتا ظهرت معايا. فاحنا كده النهارده اتعلمنا يعني ايه ادو، ازاي اعمل انسرت بالادو، ازاي اعمل سيلكت عن طريق داتا تيبل ادابتر وربطته بالجريدايه، وعرضنا شكل الداتا. المره اللي جايه ان شاء الله هناخد طريقه تانية نستخدم فيها الادو عن طريق البارامترز، مش عن طريق ان انا اعمل امبيد للفاليوز جوه جمله الانسرت او الابديت او الديت. السلام عليكم.
تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو استفدتوا من الفيديو اعملوا شير عشان خاطر ناس تانية تشوفه وتستفيد كمان معانا. السلام عليكم.